لا يستقيم شعار لا غالب ولا مغلوب الذي أقفل أبواب فتنة 1958 إلا في حضور زعيم الثورة المضادة بيير لجميل في المجلس النيابي كما في الحكومة. لذلك دخل رئيس الكتائب للمرة الأولى إلى الندوة النيابية سنة 1960 على رأس كتلة كبيرة ممثلا الدائرة الأولى في بيروت، أي الأشرفي ومحيطها، بموجب قانون انتخابي دقيق التوازنات صاغه فريق الرئيس فؤاد شهاب لإدخال زعماء الثورتين الإسلامية والمسيحية إلى المجلس. فقسم الدوائر على أساس الأقضية ورفع عدد النواب إلى 99. خاض بيير لجميل المعركة الانتخابية وهو طريح الفراش بسبب حادث نجا منه بأعجوبة، فقد أصيب بكسور كثيرة أثناء زيارته كوزير لأحد المصانع، وذلك عندما أفلتت فرامل سيارة متوقفة في منحدر ولم ينتبه إلى انزلاقها في اتجاهه. هذا الحادث حتم بقاء الشيخ بيير شهرين مديدين في مستشفى أوتيل ديو في بيروت، ليخرج إلى المنزل بعدها ملاقيا مفاجأة. لقد اختارت ابنته أرزي ذلك الوقت بالذات لدخول الدير. اجت أرزي لعنده قالت له أنا بدي اترهب، وعم بتفكر كانت تروح على أفريقيا تعمل بالإرساليات المسيحية بأفريقيا، وهذه كانت يعني رسالتها. فبقال لها الوالد يعني نحن عم تقولي لي انت شيء هذا بعتبره بركه للبيت، لبيت جميل انه تطلع راهبه منه. فكان الوالد يعني وانه عم بيخسر شكل من اشكال بنته، بس عم بيعتبر هيدي بركه، بالعكس هذا شيء مهم كثير بالبيت انه تكون بنته راهبه. بس قال لها بتعرفي انه بلبنان كذلك امر في فقر، بلبنان كمان في تعتير، بلبنان كمان بحاجه لها الإنسانية اللي أنت عندك إياها، الروحانية اللي عندك إياها، والحب الإنسان، حب الغير اللي أنت عندك إياها، فممكن أنت تخدمي بلبنان كذلك أمر. قيل غالبا إن ترهب أرزي كان بمثابة نذر سري على أمل أن يتعافى والدها، لكن الحقيقة أن الفتاة نذرت نفسها منذ الصغر لخدمة الآخرين، وحين فقد والداها الأمل في إقناعها بتبديل رأيها نصحاها بممارسة دعوتها في لبنان بدل أن تكون مبشرة في إفريقيا. فمن هذا المنطلق دخلت أرزي بأصعب رهبني في لبنان اللي هي رهبات الصليب، اللي رهبات الصليب اللي عم بيرعوا الإنسان اللي حتى أهله عم بيرفضوه، اللي عندهم عاهات، الأولاد اللي عندهم عاهات كبيرة، اللي معاقين، اللي ما قادر البي أو الأم يحملوه، فهن الرهبات عم بيرعوا. دخول ابنة زعيم سياسي كبير إلى الدير ليس دلالات في المجتمع اللبناني المركب والمعقد، لكن في بيت بيير لجميل العائلي وفي بيت كتائبه المركزي فالأمر ليس إلا سياقا طبيعيا في بيئة مثلث الله، العائلة والوطن. الله الوطن العائلة، الله الله العائلة الوطن، مش الوطن العائلة، غلط يعني. حطوا شعار مش من صنع بيير جميل، لا من هن المؤسسين يعني، بل يحطوا شعار وفي فكر موروث جائي من أوروبا، مسيحي صرف إيمان مؤمن ضد الإلحاد، وفي الناحية الفكرية العائلة هي الوحدة الأساسية بالمجتمع، إذا خربت العائلة بيخرب المجتمع. فشعار الكتائب اللي طرحه الله والوطن والعائلة منه بالصدفة، الله لأنه نحن ضد الإلحاد، نحن بنعتبر كل الديانات السماوية عند شيء تقدمه للإنسان، هذا المثل الأعلى للإنسان هو الله. والعائلة، العائلة هي الخلية الأساسية في الوطن، بدون العائلة ما في وطن. بيير جميل من اللي مؤمنين انه لبنان كله، لبنان اللبناني كله بيتشكل من شيء 6-7 عائلات كبيرة، اذا فتشوا العائلات عن جذورهم بيرجعوا لبنان كليتهم لبعض العائلة، وصحيح يعني.
وبالتالي الوطن هو المشروع الكبير، العائلة هي المشروع الصغير. مسألة العائلة هيدي هي من عنده بيير جميل، من بيتهم يعني، لأنه مشهور عنهم أنه أيام بيو أو جده بشير جميل أنه اللي بيقعدوا لازم العائلة كليتها تلتقى على السفرة سواء الظهر أو العشاء، وبيبتدي الغداء بقراءة بفصل من الإنجيل، وما حدا بيحكي على الأكل، ما في حكي يعني، في تقاليد يعني، في مراسم يعني أخرى. واحترام الأب الابن للأب، الإيرارشية هيدي والإرث. هلأ مثلا عند ببيت الشيخ بيير يعني الإرث بينتقل للابن، بيته هلأ اللي عمره 450 سنة بينتقل هلأ للابن الأكبر. وبالتالي فكرة الله الوطن العائلة أنا برأيي هو تعابير عند الشيخ بيير بدون أي فلسفة، معتبرون أهداف ومثلثات. لسبب لمن ما بعرف مين طرح أنه بدنا نعمل شعار الكتاب الله الوطن على العائلة، أكيد الشيخ بيير اعتبر أنه هذه هي الكتاب. بعد استقالة زعيم وعميد الكتلة الوطنية اللبنانية ريمو إدي من الحكومة وابتعاده عن حكم الرئيس شهاب، أصبح بيير لجميل وحزبه الغطاء المسيحي الأبرز لعهد أصر رئيسه على الموازين والتوازنات اللبنانية الدقيقة، وافتقد باستمرار حرارة التأييد المسيحي لخياراته السياسية. إجا اعتمد هو أخذ الفكرة، أنا بجيب رشيد كرامي وكمال جبناط وبيير جميل وريمو إدي بحطهم بالسلطة، يتحملوا المسؤولية معي. ريمو إدي راح استقال ما طول، بس بقي كمال جبناط وبيير جميل على طول السنة. شيخ بيير كان بيعرف تماما أنه أقلية المسيحية بلبنان أهميتها أن تكون في الحكم، وأنه إذا أي أقلية تركت الحكم باتت أهل زمة. وبالتالي كان هو يعرف كيف أهم شيء يحافظ على المسيحيين داخل الحكم، بمرحلة تانية صار هو يلي عم بيمثل هؤلاء المسيحيين في الحكم. وبالتالي أنا برأيي الشيخ بيير بكل مساره التاريخي كان يعرف أنه المسيحيين خارج الدولة وخارج السلطة هم أهل زمة، وعليهم حتى يبقوا شركاء في الوطن أن يكونوا شركاء في السلطة والدولة، وهيدي ثابتة من ثوابته. يعني لما ما كان هو يقدر يوصل للسلطة كان يحمي السلطة. لم تشكل حكومة في عهد فؤاد شهاب إلا وكان الشيخ بيير واحدا من أركانها، بل شريكا أساسيا في تلك الورشة الإعمارية التي عمت لبنان بعدما استخدم شهاب الإصلاحي الأبرز في تاريخ لبنان بعثة إيرفد الفرنسية التي وضعت أول خطة اجتماعية وإنمائية شاملة في تاريخ الجمهورية اللبنانية. فكانت الإصلاحات في الإدارة، وكانت تلك السلسلة الطويلة من المشاريع الإنشائية في المدن وأطراف الجمهورية لإعطاء دولة الاستقلال مضمونها الاجتماعي بعد السياسي. كل ذلك استهوى بيير لجميل ولاحق تنفيذه كوزير للأشغال العامة. بيير جميل شارك بالحكومة، كانوا يسموه وزير المشاريع، ما كان في جلسة يدخل عليها إلا حامل مشروع،